أحسن الله إليكم شيخنا الكريم. معنا أحمد من حائل، تفضل أحمد. تفضل. طيب يا شيخ صالح. عليكم السلام يا أحمد، تفضل. شيخ صالح، احنا حجينا العام وطلعنا وقت يوم العيد يوم النحر لمكة عشان طواف الإفاضة، بس رجعنا متأخرين، رجعنا متأخرين وقالوا لنا احنا النية ان النوم يعني المبيت بمنى ان ننام يعني بأي وقت، قالوا لا لازم يعني نص الوقت، نص الوقت يعني فاتكم المبيت. فاتكم نمنع المبيت، نمنع نمنع المبيت. ما هو بالكلام على النوم يا أخي، اصبر الله هديك يعني. اسمع سؤال للشيخ، اصبر يا أخي، اصبر نجيبك. هل فاتكم المبيت الليلة اللي من؟ أنا ما أنا بسألك أنكم نمتوا، أسألك عن المبيت. المبيت هل نمتم في الليل في ميناء؟ اي نمنا في الليل في ميناء. كم نمتوا؟ والله ما جينا احنا حول الساعة 11 ونص دخلنا. ونمتوا إلى الفجر؟ إلى الفجر نمتم؟ أيه الحمد لله، يكفي هذا، يكفي هذا الحمد لله. بس احنا بنيتنا ان المبيت انك تنام يعني لو ما تجي الا الساعة 2 3. يا اخي خلاص بتم والحمد لله. نعم.